كابتن علاء، ألف مبروك. أنا عارف إن أنت كنت تتمنى النتيجة أكتر من كده، ولكن الحمد لله رب العالمين. أداء هو أحسن من المباراة اللي فاتت بكتير. بكتير طبعا، الحمد لله على المكسب، مكسب مهم ومحتاجه، لكن كنت ممكن النتيجة تبقى أعلى من كده بكتير. مظبوط. يعني يعني غالبا كل فرقة بتلعبك بنفس الشكل، صحيح. اللي هي بتدافع عليك بس، حتى بتاع يعني دفاع سهل جدا، مظبوط. إحراز فيه أهداف زي النهاردة. إمبي ما بيعملش حاجة خالص خالص، يعني حتى حته ان هو ممكن يدافع عليك ويقفل مساحات مش موجوده. انت النهارده اداك اسرع، رتمك اسرع، تحركاتك احسن، في تحرر للعيبه. هي بيبان دايما من بدايه المباراه، الهدف اتاخر في الشوط الثاني، لكن ما فيش قلق. يعني في مباراه بتبقى قاعد انت قلقان، صح. النهارده انت بتتفرج على مباراه يعني متوقع الهدف في اي وقت، أيه. ما فيش مشكله. يعني حتى ما بتقطع منك كام كوره كده، وده لازم يتركز عليه الفتره القادمه، حته التمرير خطا كتير قوي، لازم يبقوا احرص من كده شويه. لكن حتى متقطع منك انت ما عندكش مشكله خالص، يعني الامبي ما عندوش اي اناف هجوميه خالص، الى جانب وجود النهارده وعندك وحش في نص الملعب لسه الى جانب وجود النهارده ديانج. يعني ديانج مش محتاج يثبت ان هو لعيب كويس او صفقه ممتازه، او يعني ما ينفعش استغناء عنه في نص الملعب. هو مش محتاج يثبت كده، ان هو كل ما بيلعب بيبقى هو ده الشكل، هو ده اداؤه، هي دي روحه. بيتحرك طول 90 دقيقة، عامل لك تقل في نص الملعب. نص الملعب ده دايما بتدور على ناس تديك، يعني تديك صحيح. راسي كده، دفاعي كويس. يا ريت يجيبوا لنا ارقامه في الماتش، ارقامه هتيجي وهتتكلم عليه وكل حاجة. كمية جري النهاردة مش طبيعية في نص الملعب. صحيح. لا ما شاء الله النهاردة ديانج هو نجم المباراة الأول بلا منازع، لكن على الجانب لعيبة الأهلي كلهم، لا النهاردة تحس لا في شكل، في شكل تاني، في تفكير تاني، في دوافع جديدة. عايزين يعني اللي حصل ده ما يكررش تاني. حاجه حصلت زي ما اتفقنا وكلنا في اول الاستوديو، ان بتحصل مره كره القدم فيها كده بعض الحاجات. لكن الحاجه الكويسه والحلوه النهارده الحمد لله ان الموضوع هو مباراه وراحت لحالها، او بطوله راحت لحالها انتهت، لكن بطوله تانية كسبتها وكسبتها بمكسب قليل جدا على سير المباراه. صحيح. لكن مريح، ما عندكش مشاكل، ما تضغطش. حتى لو حصل ضغط وبسيط جدا ما فيهوش اي مشكله، انت بتعمل الضغط يعني، لكن مش لعب من امبلي. امبلي النهارده لا حول له ولا قوه خالص في اداء المباراه طول المباراه. مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق، ما فيهوش اي مشاكل خالص. وطبعا اما نيجي نتكلم بقى على سير المباراه فنيات. الكلام فنيات فيها كده هنتكلم اكيد باذن الله.